ميدان الوثبة ضمن انطلاقة الفترة المسائية لسن الحجايج. شوطنا الثاني عشر ينطلق للقعدان. نذهب إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، حيث من تتابعون عبر قناة ياسر الرياضية مقدمة الشوط مباشرة. اللي في المركز الأول من يأتي مع الصدارة ويتقدم الجموع الشامخ، عماد بن سالم بن سلطان الهاشمي من يقدم لنا هذا الاسم والانطلاق للشامخ. نقل مباشر إلى ثاني المراكز، شاهين محمد بن حمد بن محمد الينيبي من يقدم لنا شاهين. المركز الثالث من الجانب الآخر يتقدم في هذه اللحظات ويحتل الصدارة معزم لناموس هذا الشوط، سلطان بن عبد الله بن سيف بن صفوان من يتقدم الجميع في هذه اللحظات. المركز الثالث وغير إلى المركز الثاني، ينطلق مباشرة لازم تعود الملكية صالح بن مسلب بن طالب بن عقيل النابت من يقدم هذا الاسم. نقلة مباشر إلى رابع المراكز وغير إلى المركز الثالث لازم آخر، يتقدم لازم مبارك بن سعيد بن عبيد المري. المركز الرابع يتقدم في هذه اللحظات ويصل مباشرة ويأتي الصداوي، تعود الملكية من يقدم الصداوي سعيد بن صالح بن سعيد البريصي المري. هكذا الأسماء، هكذا الشعارات، انضمام مباشر في هذه اللحظات. من ينطلق في هذه اللحظات؟ خيال عبد الله بن مطر بن حاذي الكتبي والقادم الواصل والمتقدم في هذه اللحظات. من الجانب الآخر الأرقب تعود الملكية سلطان بن سيف بن حميد بن حارب الشامسي. وصول وقدوم مشاهدين الكرام في هذه اللحظات. من ينطلق مباشرة ويأتينا أرى له سياف سالم بن سعيد بن متعب العفاري. هكذا النتيجة، هكذا النداء الأول للعشر الأوائل المتقدمة والمنطلقة من تزين أرضية هذا الميدان. ولكن مقدمة الشوط والمركز الأول لازم مع الصدارة، لازم على المقدمة مبارك بن سعيد بن عبيد المري يحتل مع القيادة ويسيطر على الجميع في مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني من يأتي لازم صالح بن مسلم بن طالب بن عقيل النابت، لازم مع الصدارة ولازم النابت مع المركز الثاني. أسماء مشاهدين الكرام، أسماء رنانة، أسماء قوية لها وزن ولها ثقل من أجل الفوز والناموس. القادم الواصل الصداوي حمد بن محمد بن عبد الهادي بن علي الهيضة يتقدم مباشرة. ولكن حفلان، أول إذاعة لحفلان بدأ يغير مباشرة شعارك سيف بن سهيل بن خير الاحفاري، يقدم لنا حفلان مع المركز الثاني. المركز الثالث يتقدم مباشرة ويأتي في هذه اللحظات مشرف راشد بن محمد بن مروشد، وصلكم بن مروشد وأول إذاعة المشرف يتقدم مباشرة ويغير مع المركز الثاني. القادم الواصل هناك نهاب حمد بن ناصر بن سعيد الكتبي الواصل في هذه اللحظات ويتقدم. هناك ينطلق اللي هو مبهج أحمد بن محمد بن حمد العويسي. هكذا النتيجة، ولكن وين الصدارة؟ وين يحمل الرقم واحد؟ هو على المقدمة، هو على المدرج العلوي على شاشة ياسر الرياضية في مقدمة الشوط. ودخل لازم أجواء الكيلومتر الأخير، غلاف الجوي للكيلو الأخير يغرد بحاله على السرب مشاهدين الكرام في مقدمة الشوط. مبارك بن سعيد بن عبيد المري يتقدم بوسعيد، ولكن الجماعة واصلين. هناك ينطلق بن مروشد ويقدم هذا الاسم المشرف، بدأ يتقدم ويصل مع المركز الثاني. عينه لناموس هذا الشوط مشرف راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد، باحث عن التشريف. القادم أحلى الواصل والمتقدم ملبي راشد بن عبيد بن عبد الله بن حليس الوهيبي. راشد بن عبيد وصل بن حليس الوهيبي مع المركز الثالث. المركز الرابع حفلان معك بن خيره. الناموس حاير، الناموس حاير. الفوز وين؟ الانتصار وين؟ هناك مبهج احمد بن محمد العويسي، ولكن مشرف، مشرف في موقع التشريف، مشرف هناك مع الصداره مع مقدمه الشوط. هنا ينتظرون السلام، عودهم بن مروشد، عودهم بهذا الأداء. ولكن راشد بن عبيد يوسلوب ملبي، لبى النداء، لبى نداء أهل بدية قادمين أهل السلطنة. هناك ملبي، ملبي لبى النداء لمالكه راشد.
بن عبيد بن حليس الوهيبي. سلام الوهيبي سلام على الفوز والابداع والانتصار، لحظة الوصول الى خط النهاية. المركز الثاني مشرف معك يا بن مروشد، من قدم لنا مشرف مشاهدينا الكرام راشد بن محمد بن مروشد. المركز الثالث من وصل في ثالث المراكز، اتى في ثالث المراكز ضيف سعيد بن محمد بن حب العامري اول اذا على مشاهدينا الكرام. رابع المراكز حفلان سيف بن سهيل بن خيل العفاري، والمركز الخامس من وصل مشاهدينا الكرام مبهر فهد بن نايف بن مشخص القرشي. نذهب الى التوقيت الزمني واثناء وصوله الى خط النهايه معلن الفوز والناموس ملبي راشد بن عبيد بن عبد الله بن حليس الوهيبي. سلام السلطنه سلام. توقيت زمني 5 دقائق 49 ثانية وفأً وتمام تهانينا والناموس على هذا الفوز والابداع. ثاني المراكز مشرف قطع المسافة في زمن وقدره 5 دقائق 49 ثانية جزئين من الثاني. تهانينا لمالك مشرف راشد بن محمد بن مروشد. المركز الثالث من وصل في ثالث المراكز ضيف سعيد بن محمد بن حب العامر. التوقيت الزمني 5 دقائق 50 ثانية 5 من الأجزاء. تهانينا لك يا سعيد بن محمد بن حب العامري، واجهنا من حيث لا نعلم أول ظهور له مشاهدينا الكرام مع خط النهاية ومع المركز الثالث. هكذا كانت النتيجة، تهانينا والناموس للجميع.